في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها العالم جراء فيروس كورونا، هل تدرك الحكومة اليمنية ظروف الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج؟ ولماذا حتى الآن ترفض الحكومة صرف مستحقات الطلاب المتأخرة منذ 6 أشهر؟ أهلا بكم. أصدر اتحاد الطلاب اليمنيين في الخارج بيانا دعا فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى سرعة صرف مستحقات الطلاب المتأخرة لربعين متتاليين رغم ظروف الحجر الصحي الصعبة التي يعيشها الطلاب في الصين وماليزيا وتركيا والمغرب وغيرها من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا. واستنكر البيان تجاهل الحكومة التام للظروف التي يمر بها الطلاب في هذا الظرف الذي تبذل فيه الحكومات أقصى درجات الجاهزية لحماية وإنقاذ مواطنيها من الأزمة العالمية لفيروس كورونا. طلاب في الصين وماليزيا قالوا لبلقيس إنهم أجبروا على الحجر الصحي في منازلهم بالرغم من عدم قدرتهم على شراء ما يحتاجونه من المواد الغذائية والصحية اللازمة لفترة الحجر بسبب تأخر مستحقاتهم لما يزيد عن 6 أشهر. فكيف سيواجه هؤلاء الطلاب هذه الجائحة بلا سند أو دولة تقف إلى جانبهم؟ يعني تقريبا إحنا رجالي الوحيد اللي باقي هنا في ووهان. معاناة مركبة يعيشها الطلاب اليمنيون المبتعثون في الخارج. فبعد انتشار جائحة فيروس كورونا في معظم دول العالم، اتخذت جميع الدول تدابير احترازية لمنع انتشار الفيروس، وقامت الحكومات بدعم مواطنيها الذين تضرروا جراء الأزمة التي تعصف بالعالم. وإحنا 171 طالب غير العوائل، يعني قول 250 طالب، 200. لا رئيس دولة تحرك، لا سفارة تحركت، لا وزير تعليم عالي تحرك، لا وزير خارجية، ما لكم؟ الحكومة اليمنية علاوة على أنها لم تقم بأي خطوة لحماية الطلاب اليمنيين في الخارج، لا تزال تعرقل صرف مستحقات الطلاب المبتعثين منذ أكثر من 6 أشهر. بيان اتحاد الطلاب اليمنيين في الخارج أشار إلى أن الحكومة لم تقم بصرف مستحقات الربع الأخير من العام الماضي 2019 والربع الأول من العام الجاري 2020. ورغم مناشدات الطلاب اليمنيين في مدينة ووهان الصينية بداية فبراير الماضي للحكومة بصرف مستحقاتهم، إلا أن الحكومة لم تستجب حتى الآن، متجاهلة ظروف الحجر الصحي الذي يمر بها الطلاب هناك وفي مختلف دول العالم، وما تتطلبه من شراء المواد الغذائية والصحية اللازمة لمواجهة تداعيات الوباء. اتحادات الطلاب في ماليزيا وروسيا والمغرب وتركيا أصدرت بياناً مشتركاً دعت فيه الرئيس هادي والحكومة إلى سرعة صرف المستحقات، وكذا فتح خطوط ساخنة مع السفارات لتقديم ما يلزم في حالة وجود أي إصابات بالفيروس في بلد المهجر. وكأن خطر الإصابة بالفيروس وحده لا يكفي، إذ تقوم السلطات اليمنية بمضاعفة معاناة الطلاب اليمنيين وسط تجاهل كلي من قبل قيادات الشرعية ومسؤولي السفارات في تلك البلدان. فإلى متى تستمر هذه المأساة؟ إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا نجم الدين العذيبي عضو الاتحاد العام للطلاب اليمنيين هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير نجم الدين. مساء الخير أستاذ. أهلا بك. إذن نجم الدين، فيروس يجتاح العالم، هناك العديد من الدول التي تأثرت بهذا الوباء منها الصين، ماليزيا وتركيا وغيرها من الدول العربية والتي يوجد بها العديد من الطلاب اليمنيين. وأود أن أسألك بحكم أنكم في اتحاد طلاب اليمن، كيف هو حال هؤلاء الطلاب؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أشكر قناة بلقيس على إتاحة هذه الفرصة للتعبير عن أوجاع وهموم الطلاب في الخارج وخصوصا الطلاب اليمنيين في تركيا. وأيضا دعيني أعرب عن عزائي ومواساتي لكادر القناة، كل الأصدقاء والزملاء، بوفاة الزميل الفقيد رمزي الحرازي، نسأل الله أن يتقبله وأن يسكنه ويوسع جناته. بالحديث عن سؤالك، الطلاب اليمنيين في تركيا كيان كبير، من حوالي يتجاوز 3000 إلى 4000 طالب. ويعد هذا الكيان من أكبر الكيانات للطلاب اليمنيين في الخارج.
هؤلاء الطلاب، هذه الجائحة التي اجتاحت العالم بكورونا وغيره تعتبر هي النسخة الحالية من معاناتهم فقط. يعني هم يعانون منذ الانقلاب الذي حصل ومنذ أن نشبت الحرب، وهم يتجرعون المعاناة واحدة تلو أخرى، بدءا بأولا قطع مستحقاتهم وتأخيرها، ثم بعدها يعني ما يتعلق بمعاناتهم في ملاحقات السفارة بشأن إجراءاتهم وما إلى ذلك، ومؤخرا جاء كورونا والذي يعني كان يعتبر هذا أكبر المشاكل التي تواجههم حاليا. الطلاب اليمنيين هم ينقسمون إلى منح قدمتها الحكومة التركية، وهؤلاء فرض عليهم حجر صحي في جميع السكنات التي يقيمون فيها أغلبية السكنات. ونحن نعلم يعني ربما هذه معلومة لمن يتابعنا بأن المنحة التي من الدولة الحكومية قليلة جدا، يعني كم توازي تقريبا؟ هو أنا بصدد توازي 700 إلى 800 ليرة، يعني لا تجاوز 100 دولار، نعم 120 130 دولار بهذا الحد. هؤلاء يعني الطلاب الذين تقدم لهم الحكومة التركية المنح يختلفون عن الطلاب الذين تقدمت لهم أساسا، هم مبتعثين من اليمن وعلى حساب الحكومة. الآن الحال بالنسبة للطلاب الذين قدمت لهم الحكومة التركية المنح، تم حجر غالبيتهم في السكنات ويلقون اهتمام إلى حد ما، لكن المشكلة تعتبر الموجودة حاليا لدى الطلاب الذين هم مبتعثون، لأن أربعهم الربع الأخير الذي تم استلموه مؤخرا، يعني الذين لم تسقط أسمائهم أساسا قبل شهر ونصف، الربع الثالث من العام الماضي. يعني الآن بفرض الحجر الصحي عليهم وأيضا إقامتهم في بيوتهم ويعني انحدار الحياة بشكل عام، هذا يعني والسبب الأبرز هو أنه الآن لا يوجد حدود لهذه الكارثة متى ستنتهي. أو إلى هؤلاء الطلاب إذا لم يجدوا، إذا لم تمولهم الحكومة وإذا لم تصرف مستحقاتهم، سيقيمون داخل البيوت، ليس هناك ما يغطي جوعهم، حتى ليس هناك ما يسدون به رمقهم، سيموتون من الجوع يعني لابد. ولذلك اليوم كان بيان اتحادات الطلاب اليمنيين في الخارج واضح، وحمل ما أبرز ما حمل يعني كان واضحا في خطابه، وحمل الحكومة والسلطات اليمنية مسؤولية تبعات ما قد ينشب أو ما قد يطرأ على الطلاب اليمنيين بشكل عام في الخارج، لأنهم يعني حتى للطلاب أحيانا تجدهم يذهبون إلى عمل العقارات البسيطة أو التسويق أو كذا من أجل تغطية مستحقاتهم، من أجل أن يستطيعوا من إقامة متطلبات أيامهم. الآن أصبحوا محجورين في البيوت، وأصبح يعني المواصلات تم حدها إلى حد كبير، يعني أرزاقهم بدأت تنحدر بشكل كبير. يعني إذا لم تتحمل الحكومة والسلطات اليمنية مسؤوليتها تجاه هؤلاء الطلاب، إلى أين سنذهب؟ يعني هؤلاء مباشرة سيخرجون بيوتهم ويتخطون حالة الطوارئ التي فرضتها البلاد والسلطات التركية من أجل وباء كورونا، سيكون أول المصابين. ونحن نحمد الله حاليا لا يوجد أي إصابة في وسط الطلاب اليمنيين بوباء كورونا. نحن نحمل الحكومة والسلطات اليمنية مسؤولية أي طالب يتم أو يحصل أو يعني هو هذا الطالب مثلا يصاب بفيروس كورونا بسبب هذه الإجراءات، وبسبب أنه خرج من أجل أن يلاقي قوت يومه. نعم، إذن يعني كان لديكم مطالب بسرعة صرف هذه المستحقات، خاصة وكما تفضل بأن هناك متأخرات من العام الماضي، يعني وهذا يشكل عبء آخر على الطلاب، يعني عوضا عن أن يستلموا أرباع كل 3 أشهر باتوا يستلموا كل 6 أشهر تقريبا إن تم الالتزام بذلك. نعم. لكن يعني قل لي، هل تم التواصل مع الجهات المعنية أو فقط أصدر البيان؟ يعني إلى حد الآن البيان الذي صدر أولا كانت عدد من الاتحادات، كان أبرزها اتحاد الطلاب اليمنيين في ماليزيا، وأيضا الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في تركيا اليوم، لكن هم توحدوا تحت بيان واحد الذي أصدر اليوم بشكل عام، وضم اتحادات ماليزيا والهند والمغرب وتركيا وغيرها من الاتحادات في يعني إصدار البيان، عن بيان موحد موجه للحكومة والسلطات من أجل تلافي هذا الموضوع بأكبر سرعة ممكنة. هم تطالبوا بمطالبات أبرزها كانت، نحن يعني حتى وإن كان ورد في البيان بإضافة مستحقات إلى جانب المستحقات التي سيستلمها الطلاب، نحن الآن نريد الطلاب يعني وفي الوضع الحالي يستلمون مستحقاتهم من أجل سد رمقهم في بيوتهم، لا يتعرضوا لهذا الوباء، لا يضطروا للخروج من بيوتهم من أجل سد رمق جوعهم، من أجل تغطية متطلباتهم. ربما هذه الإشكالية يعني لم تتضح أبعادها بعد في تركيا، لأنه لم يتم فرض حظر التجوال بصورة كبيرة، ولكن ماذا عن الطلاب الذين
تم حظر التجوال عمليا عليهم وهم قابعون في بيوتهم دون مستحقات، لم يستطيعوا شراء مستلزماتهم لحجر لمدة أسبوع أو أسبوعين، كيف سيكون وضعهم؟ يعني هو كما تحدثت مسبقا تماما، هو واضح أن هذا سيصبح كارثي بالنسبة للطلاب اليمنيين، لأنه كطالب أنا مثلا أو غيري لا أجد مستحقاتي، مباشرة سأظل في بيتي، لا يوجد حل غير أني أخرج وأشتغل. إذا لم أخرج وأشتغل وأوفر متطلبات اليومية من المال الذي سأحصل عليه من عملي، معناه أنا إلى أن سأذهب، يعني سأذهب إلى الجحيم، سأموت من الجوع، لا يوجد أي مبرر أو أي حل غير هذا الحل. فنحن يعني نناشد من هذا المنبر، وكما يعني كما ورد في بيان، ونكرر ونشدد كما ورد في بيان اتحادات الطلاب اليمنيين في العالم، نحمل الحكومة الشرعية والسلطات الشرعية مسؤوليتها تجاه هذا الموضوع، ونرجو أن يؤخذ بعين الاعتبار والجدية في أقرب وقت ممكن، ما لم يتحمل المسؤولية تجاه ما يحصل أو ما قد يحصل أو يعني ما يشوف. لا سمح الله. إذن اسمح لنا أخ نجم الدين أن ينضم معنا الدكتور علي العماد رئيس اتحاد طلاب اليمن في المغرب عبر الهاتف. مساء الخير دكتور علي. أهلا وسهلا ومرحبا، يا مساء الأنوار. مرحبا. أهلا بك. مبدئيا دكتور علي، هل وضعتنا في صورة انتشار الوباء عندكم في المغرب؟ مرحبا أختي الكريمة. أولا نشكر قناة بلقيس على اهتمامها بالطلبة اليمنيين المتواجدين في كل الدول الابتعاث، وبالتالي نتقدم بالشكر الجزيل إلى طاقم قناة بلقيس والإداريين والفنيين والطاقم الإخباري أيضا على اهتمامهم بهذه بشريحة المجتمع الذي هم مستقبل اليمن في المشرق إن شاء الله. بالنسبة لوضع الطلبة اليمنيين في جميع بلدان دول الابتعاث، أنا أشاطر الأخ الذي كان يتكلم معك الآن في الاستوديو عن وضع الطلبة وحال الطلبة من فيروس كورونا وحالة الطوارئ الذي تم الإعلان عنها في معظم الدول التي فيها أو انتشر فيها فيروس كورونا، ابتداء من الصين وهان شرقا حتى وصل إلى الدول الأوروبية والدول الأمريكية غربا. وبالتالي جميع الطلبة، نحن نتكلم عن الطلبة اليمنيين المتواجدين خارج اليمن، إنهم يعني يعانون من كثير من المشاكل، ونحن بعثنا بأوراق أو بمناشدات سابقة باسم رئيس الحكومة دكتور معين عبد الملك، أيضا عملنا مناشدات باسم وزراء أو وزير التعليم العالي، واليوم نحن عملنا مناشدة جماعية باسم اتحادات طلاب اليمن في الخارج للقيادة السياسية للالتفات إلينا كطلاب مبتعثون خارج اليمن، وفي وضع الوضع هذا وضع استثنائي بسبب الجائحة العالمية فيروس كورونا. الطلبة اليمنيين الآن تلاقيهم مشردون، إما خرجوا من سكناتهم في بعض الدول، تم إخراجهم من بعض السكنات، وبعضهم بقوا في سكنات في 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 السكنات الجامعية بوحدهم. الطلبة اليمنيين ما استطاعوا أن يخرجوا أن يخرجوا إلى مكان آخر من أجل أن يستأجروا، لأنه ما عندوش حق الإيجار، لأننا الطلبة اليمنيين ما زالوا يسألون الحكومة اليمنية 3/4 ديون، يعني الربع الرابع من 2019 والربع الأول 2020، ونحن في الربع الثاني 2020. وبالتالي أوضاع الطلبة مشتتة، أوضاع الطلبة لهم يعني كثير من المشاكل. ونحن حملنا في رسالتنا أو مناشدتنا إلى رئيس الجمهورية كثير من النقاط. نعم، أنتم دكتور يعني متى آخر مرة تم تسليمكم لمستحقاتكم؟ أختي الكريمة، آخر مستحقات تم صرفها الربع الثالث 2019 أعتقد، يعني ما زال بعض الدول لحد الآن تصرف، يعني ما زال بعض السفارات أو بعض الملحقيات الآن بتصرف، لأنه ما زال يعني خلال الأسبوعين الماضيين الذي تم صرف الربع الثالث 2019، وهذه كل ديون يعني للطالب عند الحكومة اليمنية، باقي الدين الربع الرابع والربع الأول والربع الثاني 2020. وبالتالي يعني إلى الآن أنا أعرف أنه ما زال ملحقيات تصرف مع وضع الطوارئ، حالة الطوارئ الآن ممنوع التنقلات من مدينة إلى مدينة أو من ولاية إلى ولاية في بعض الدول.
طيب بالنسبة لكم في المغرب، هل تم فرض حظر التجوال؟ ما الوضع لديكم بالنسبة لفيروس كورونا؟ والله يا أختي الكريمة، أعتقد وضع حالة الطوارئ في المغرب لها من يوم 20 ابتدأت، من قبل يومين. السلطات المحلية أو السلطات المغربية عملت حظر التجوال وممنوع التنقلات، هناك أوراق مرخصة داخل المدينة في الحي السكني، تنتقل من بيتك إلى مكان تشتري أغراض أو كذا وترجع، ممنوع التنقل. وخاصة من اليوم الحكومة المغربية اجتمعت وأقرت بعدم التنقل من مدينة إلى مدينة. اليوم الساعة 11 سوف يتم توقيف القطارات، ممنوع التنقل من غدا، ممنوع التنقل بجميع وسائل المواصلات من مدينة إلى مدينة إلا للضرورة، للمرض أو للأعمال اللي هي إدارية بالضرورة. أما التنقلات العادية فهي ممنوعة، فيضطر الطالب اليمني أن يبقى داخل بيته أو داخل شقته، وبعضهم يعني لا يستطيعون، عندهم ما عندوش ما يقوت يومه. نعم، كم عدد، في سؤال أخير دكتور، يعني كم عدد الطلاب الذين يعني هم مبتعثين في المغرب، وكيف هو وضعهم في ظل عدم قدرتهم على شراء هذه المواد الغذائية ليتم حظر التجوال عليهم؟ أختي الكريمة وإخواني المشاهدين الذين يشاهدون الآن عبر قناتكم هذه الذي هي شهرت على مستوى اليمن، عدد الطلبة المتواجدين في المغرب تقريبا الذين هم يدرسون، لأنه احنا عندنا طلبة يدرسون على نفقة الحكومة والبعض يدرس على نفقته الخاصة. أعتقد مجموع الطلاب اليمنيين المتواجدين داخل المغرب ما يقرب ما بين 400 إلى 500 طالب يمني، سواء على نفقة الخاصة أو على نفقة الحكومة. نعم. وبالتالي قبل ما أنهي كلامي معكم، أو قبل إنهاء معكم بهذا البرنامج، أريد أن أوضح المطالب الذي رفعناها اليوم، الذي وضعناها في الخطاب الرسمي لمناشدة رئيس الجمهورية، وهي كالتالي: معنا نطالب بصرف مستحقات الربع الرابع 2019 والربع الأول والثاني من 2020 وفي أسرع وقت، لأن الطلبة لا يستطيعون، يعني الربع الأول كله كان ديون عليهم، الربع الثالث البعض يعني كان عليه ديون، اشترى فينا حاجات. الآن مع ارتفاع الأسعار، مع الوضع الحالي في بعض المواد الغذائية أو يعني المواد المعقمة، المواد النظافة، الطلبة إلى الآن بعضهم أعرف ذلك جيدا أنه المنحة حقه انتهت، استلمها وصرفها، قضاها كلها ديون. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، نحن نريد اعتماد مستحقات طلاب التبادل الثقافي الجدد اللي هم أفيدوا لهذا العام 2019-2020. نريد من الحكومة أن يعتمدوا من الربع الرابع. الطلاب هؤلاء جاءوا عليهم ديون، قطعوا تذاكر السفر، تحملوا عباء السفر، كل شيء من جيوبهم، وصلوا لهنا إلى المغرب، كثير منهم ما عنده ما يصرف، ما عنده ما يشتري. يعني نحن وضعناهم مع زملائهم السابقين من أجل أن حتى يتترتب وضعهم، أو حتى الحكومة تعالج لهم مشاكلهم وتستطيع أن تحولهم أول مصرف لهم من أجل أن يكملوا دراساتهم. المطلب الثالث، أنه معنا معالجة وضع الطلبة الدارسين اللي هم على نفقتهم الخاصة، معنا طلاب على نفقتهم الخاصة، ونريد من الحكومة أن تحل هذا الجزء، يعني أو نحمل هذه المسؤولية وزير التعليم العالي ورئيس الحكومة أن يحلوا اللي هم على نفقتهم الخاصة، يحلوا مشاكلهم ومطالبهم، لأنه الآن هم يعانون من كثير من المشاكل بالإضافة إلى الجائحة العالمية. في معانا أيضا الطلاب الذين يعانون من تسبب توقف، بيعملوا لهم عملية توقف للمنحة، ينزلوهم من الكشوفات بطريقة يعني غير منظمة. نريد الحكومة أو وزارة التعليم العالي أن عندما تكون تعمل عملية إيقاف أو تنزيل أي طالب من كشوفات المنح، أن تبلغ الطالب قبلها بربع أو تشعره أنه من الربع القادم سوف يتم توقيف منحتك بسبب كذا، أو آخر مصرف لك من الربع كذا كذا، من أجل الطالب أنه يحسب حسابه. يعني فجأة هو منتظر المنحة حقه توصل، والأخير يأتي يجد اسمه قد سقط، كشف المنح أنه ما عندوش منها. فنريد معالجة هذه الأوضاع التي كثيرة من الأوضاع رفعناها ونطالبها الجهات المختصة ولم يتم الاستجابة. نعم، نتمنى أن يتم الاستجابة، خاصة في ظل وضع يعني البلاد كلها الكارثي جراء انتشار وباء فيروس كورونا. شكرا جزيلا لك دكتور علي العماد، رئيس اتحاد طلاب اليمن في المغرب، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك
أستاذ نجم، إذن يعني تحدث الأستاذ الدكتور علي العمد عن العديد من المطالب، يعني بطبيعة الحال ربما نحن ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة، سواء بوجود يعني وهو مسألة سقوط بعض الأسماء من كشف المستحقات، يعني كيف يمكن تلافي هذا الأمر خاصة في ظل وجود هذا الوباء؟ الطالب ينتظر أن تصرف مستحقاته يتفاجأ بعدم وجود اسمه، أغلب الأماكن غير مسموح بالذهاب إليها، إشكالية المراجعات وعدم التجمع وما إلى ذلك من إشكاليات قد تواجه الطالب. يعني هو في البداية صحيح أنت تحدثين أنه كثير من تم إفراد مساحة سواء في القناة أو غيرها للحديث عن موضوع إسقاط أسماء بعض الطلاب من كشوفات المنح وعدم يعني هذا نعم هذا الواقع الذي يدل على اللامسؤولية تجاههم بأنه يتم إسقاط اسم الطالب قبل أن يتم إبلاغه فيجد نفسه تائه لا يوجد له أي حل آخر. الموضوع أنا باعتقادي أنه الطلاب لا يوجد لهم أي حل غير مناشدة الجهات المعنية لأنه هم متحملين مسؤوليتهم أساسا إلى أين سيذهبوا؟ يعني لدى الطلاب منصات على مواقع التواصل الاجتماعي بين وقت وآخر يعملوا حملات، كانت في الفترة الماضية قبل أشهر كان لديهم مطالبات أمام السفارة، لا يوجد لهم أي حل آخر سوى استمرارهم في مناشدة الجهات المعنية بتحمل المسؤولية تجاه الطلاب وتجاه معاناتهم وتجاه الواقع الذي يعيشونه. هم حاليا مثلا كان قبل البيان هذا الذي أصدر كان هناك مناشدة كما تحدثت، يعني لا الربط بموضوع الموضوع إسقاط بعض الأسماء من الطلاب هذا باعتقادي ليس الموضوع الآن. نحن الآن نناشد الحكومة والجهات المعنية والسلطات بتحمل مسؤوليتها تجاه الواقع الحالي لأنه إنذار كارثي. تمام الطلاب كانوا يتأخر مستحقاتهم في السابق، نناشد نطالب يعني إلى آخره. نفس الإشكالية في كل ربع تطالبون احتجاجات وقفات ما إلى ذلك حتى يتم صرف يعني تماماً ما قبله يعني لا يوجد غير هذا الحل. يعني هم مثلا كما تحدث مسبقاً أن الطلاب الذين جاءوا عبر منح الحكومة التركية ولو أن مستحقاتهم لا ترقى إلى مستحقات التي تصرفها الحكومة الشرعية أو السلطات اليمنية للطلاب الذين جاءوا عبر الابتعاث من اليمن، لكن هي مستدامة شهرية دائما. فالطالب وأيضا يعني تتحمل السلطات التركية، فبمجرد وصل آخر الشهر يتم استلام مستحقاته وتبقى الأمور ثابتة إلى أن تنتهي منحته. هنا يبقى الطالب في وضع يعني إلى حد ما مستقر نفسيا وما إلى ذلك، لكن الطلاب اليمنيين الذين جاءوا بمنح الابتعاث من الحكومة اليمنية هؤلاء يعني حاليا يعانون من ضغط نفسي هائل. يعني انا اتحدث مع بعض الطلاب يعني احيانا يصل بالحد الى انه يتعب نفسيا او يصبح انفصام شخصيه او غير متقبل للحديث او الى اين سيذهب. يعني هذه هي المشكله ولا يوجد حل غير استمرار الطلاب في المناشدات والمساحات التي تفرض لهم من اجل التعبير عن هذه المعاناه التي يعيشونها والتي اعتقد بانها ستستمر الى ان يعني يتم يعني تحمل المسؤولية والشعور بالمسؤولية تجاههم لأنهم يعدهم الطلاب مستقبل اليمن. يعني السلطات في اليمن لا هي قامت بواجبها ولا هي يعني أوجدت لنا حلول وواقع ينتهي بنا على أرض الميدان ولا هي تحملت مسؤوليتها تجاه الطلاب اليمنيين في الخارج. هؤلاء الطالب الذي يأتي ويدرس تخصصه ويبدأ بالكفاح والتعلم والتدرب وإلى آخره هذا يعد ثمرة وبذرة يعني يرتكن عليها كثير أو غالبية الناس الموجودين في اليمن من أجل العودة والمشاركة في البناء والنهضة. يعني لا يوجد الطلاب مثلا أو الشباب، غالبية الشباب الذين أعرفهم وأصدقائي مثلا كثير منهم هو في اليمن أصبح أداة حرب، يا طرف مع طرف فلان أو مع طرف فلان. الآن الأمل الكبير هو في الطلاب هؤلاء الذين موجودون في الخارج من أجل يعني عندما تنتهي الحرب إن شاء الله يكونوا هم الأداة الفاعلة على أرض الميدان، فنرجو أن تستمر معاناتهم ويتم حلق ذاتهم بأقرب فرصة ممكن. إذا اسمح لنا أخ نجم الدين أن تنضم معنا إحدى الطالبات المبتعثات من إسطنبول عبر الهاتف، تسنيم العزب. مساء الخير تسنيم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك تسنيم، بداية حابة تحكي لنا ظروفك أنت كطالبة مبتعثة في ظل انتشار الوباء هنا في إسطنبول. بداية السلام عليكم، أحب أشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة الهاتفية واهتمامها بكل ما يهم الطالب اليمني في الخارج. بالنسبة لوضعي أنا كطالبة مبتعثة، نحن نعلم أن وضعي طبعا لا يختلف عن أوضاع كثير من الطلاب المبتعثين سواء في تركيا أو في الدول الأخرى. يتم صرف المستحقات المالية
بشكل متقطع وبشكل متأخر جدا. في الفترة الأخيرة طبعا لم يتم صرف الثلاثة المستحقات الأخيرة، وهي المستحق للربع الرابع في العام 2019 والربعين الأول والثاني للعام 2020. طبعا في ظل هذا الوضع بالذات، في ظل هذه الجائحة العالمية التي اجتاحت العالم، الطالب هنا بحاجة لمصروفات إضافية، بحاجة لمصروف مالي إضافي، دعم مالي إضافي، لأنه يتطلب منه شراء مستلزمات غذائية لتخزينها، شراء أدوات تنظيف، تعقيم، ماسكات وغيرها من المستلزمات الضرورية في هذه الفترة. بالتالي فهو بحاجة إلى مصروفات كثيرة. الشيء الآخر أيضا، أعرف كثير من الطلاب أيضا المبتعثين سواء في تركيا أو في الدول الأخرى تم إخراجهم من سكناتهم. طبعا الطلاب منقسمين إلى قسمين، منهم من يسكن في شقق يعني مستأجرينها مع مجموعة من الطلاب، ومنهم من يلجأ إلى السكنات كونها يعني تأخذ إيجارا أقل. فنظرا للوضع الأخير اللي حصل مع سبب تفشي وباء الكورونا، تم إخراج بعض الطلاب من سكناتهم الحكومية من أجل استخدام هذه السكنات كمرافق للحجر الصحي. في بعض الدول لم يتم توفير حتى بدائل، وفي بعض الدول كتركيا تم توفير بدائل، لكن إذا تكلمنا عن ما هو البديل الذي تم توفيره، بدائل كانت سكن حكومي بمواصفات سيئة مثلا، مواصفات غير جيدة. فكثير من الطلاب هنا يفضلون أن يخرجوا من هذه السكنات الحكومية ويستأجروا شققا للعيش فيها. يعني أعباء إضافية تضاف على الطالب. أيوة، فهي أعباء إضافية وإيجارات ومستلزمات وغيرها. نعم. هل لديك تواصل بزميلاتك الطالبات في بعض البلدان الأخرى؟ هل يمكن أن تحكي لنا كيف يعيش ظروف الوباء؟ أعرف طبعا، أعرف بعض الزميلات في هنغاريا، في ألمانيا، في باكستان. جميعهم يعانون من نفس المشاكل في ظل أيضا ارتفاع الأسعار، إغلاق. طبعا حتى في تركيا لم يتم فرض الحظر التجاري بشكل كبير. أيوه. لكن في كثير من الدول مثل ألمانيا وغيرها تم فرض هذا الحظر التجاري، بالتالي أصبح من الصعب على الطلاب أن يخرجوا لشراء أشياءهم أو مستلزماتهم اليومية. تطلب على الطالب أن يشتري مستلزمات بكميات كبيرة لتخزينها بسبب عدم صرف هذه المستحقات. لم يتمكنوا من شراء ما يكفيهم لهذه الفترة، وهي فترة غير مزمنة، يعني لا نعلم متى سينتهي هذا الوضع. في أيضا موضوع الطلاب الذين انقطعت مستحقاتهم مؤخرا، نعرف بعض الطلاب تم قطع مستحقاتهم بدون أي أسباب واضحة أو أي مبررات، فالطالب يكون منتظر أنه يستلم الربع من الحكومة اليمنية ولا يصله أي مبلغ مالي. لابد من معالجة أوضاع الطلاب المنزلة أسماءهم، حتى الطلاب الذين تم تصنيفهم في آخر ربع كآخر مسرح لهم. من وجهة نظري حسب ما يقتضي هذا الوضع، لابد من التمديد لهم حسب المتبقي لهم في دراساتهم الجامعية، حيث أنه الأمر لم يكن بأيديهم، وإنما هي الجامعات التي علقت الدراسة نظرا لهذه الأحداث الراهنة وانتشار المرض. نعم، نتمنى أن تصل رسالتك ورسائل جميع من كانوا معنا في هذه الحلقة، يعني خاصة وأنها تحكي معاناة لهؤلاء الطلاب. شكرا جزيلا لك تسنيم العزاب، إحدى الطالبات المبتعثات هنا في اسطنبول، كنت معنا عبر الهاتف. إذا عودة إليك نجم الدين، يعني حقيقة بداية، هل أنت ضمن سكنات الطلاب أم لا؟ أنا ضمن سكنات أساسا الطلاب، السكنات الحكومية التركية، لكن بقيتم فيها لم يخرجوكم يعني؟ لا، حاليا مع أصدقائي، أنا معتبر اسمي منزل ضمن السكنات، لكن أنا في شقة موجود في اسطنبول إلى جانب أصدقائي، من أجل إذا تم فرض حجر صحي لا يتم تغيير حركتي، يعني أحيانا أضطر الخروج لشيء معين أو اهتمام معين أو نشاط معين وإلى آخره، فباقي حاليا في شقة إلى جانب أصدقائي. أما أصدقائي الآخرين هم متواجدين في السكنات، وغالبيتهم تم فرض حجر صحي عليهم. والمشكلة هي كما تحدثت تسنيم في اتصالها وغيرها، تتمثل في عدم وجود مصروفات وفلوس لديهم من أجل يعني تغطية الاحتياجات التي تفرض عليهم، تغطية احتياجاتهم للفترة القادمة. نعم، إذا نسمح لنا أيضا نجم الدين أن ينضم معنا عبر سكايب الأستاذ محمد الرشيدي، رئيس الاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور وأسعد الله مساءكم بكل خير.
أهلا بك محمد. دعنا في صورة وضع الطلاب اليمنيين في ماليزيا جراء انتشار وباء كورونا، خاصة وأن الوضع لديكم يعني فرض فيه حظر التجوال. الحقيقة الطلاب اليمنيين في ماليزيا وفي شتى دول الاتحاد يواجهوا نوعين من كورونا، كورونا الوباء العالمي المنتشر الآن عالميا، وكورونا الحكومة التي تماطلهم في تأخير مستحقاتهم المالية. طبعا وأنا أقولها بكل اختصار وبكل وضوح، ما يحدث من تأخير لمستحقاتنا المالية هو تنمر من الجهات المختصة، تنمر أمام واتجاه الطالب اليمني المبتعث الذي الدولة نفسها والحكومة نفسها أرسلته إلى دول الابتعاث. اليوم نحن أمام مأساة، هذه المأساة لا لم يكن لها أن تكون لو أن الحكومة قائمة بمهامها على الوجه الذي يرضي القانون ويرضي المواطن. اليوم اليمنيون الطلبة المبتعثين في ماليزيا وفي شتى دول الابتعاث يعانون بسبب نقص أو شح السيولة المالية والنقدية. نحن نتخيل الآن الحكومة الماليزية ويعني وحكومات العالم اتخذت إجراءات وقائية. عندنا في ماليزيا تم منع حظر التجوال، الحجر الصحي، ويجب عليك أن تلزم بيتك، ممنوع الخروج، يجب عليك أن تحتاط وقائيا، لن ينفعك أحد، انتبه لنفسك. تمام، كيف للطالب أن يواجه هذه الكارثة العالمية وهذا الوباء العالمي وهو لديه مشكلة مالية؟ هذه المشكلة متراكمة يعني سببها مماطلة الحكومة. نحن أمام ثلاث أرباع هي بالنسبة لنا ديون لدى الحكومة اليمنية، نحن آخر مصرف لنا استلمناه هو الربع الثالث في 2019، يعني المفترض اليوم أننا نستلم الربع الثاني ل 2020. يعني الطالب اليمني في ماليزيا يواجه كما أخبرتكم يعني مشاكل عديدة، ويجب على الحكومة أن تلتفت وبجدية لهذه المطالب، وإلا فإن الطلاب سيصعدون، نحن سنصعد. ما هي يعني الإجراءات التي لديكم للتصعيد أخ محمد؟ إجراءات التصعيد تقصدين؟ نعم، قلت بأنكم ستصعدون إن يعني لم يتم صرف هذه المستحقات، ما الذي يمكن عمله في ظل حجر صحي، في ظل يعني ما يعني ظروفكم التي أنتم عليها؟ وفي الحقيقة لم يعد لدينا أي خيار إلا أننا نطالب بإسقاط الحكومة. نحن ليس يصعب أمامنا أن نسقط الحكومة أو أن نسقط أي جهة لا يعني تلبي مطالبنا ولا تلتزم بالقانون والدستور الذي يلزمها، وبالتالي الخيارات مفتوحة لدى الطلبة اليمنيين المبتعثين في الخارج. نحن نتحدث عن آلاف الطلبة اليمنيين، لدينا في ماليزيا فقط 7000 طالب. هؤلاء الطلاب لو أنهم يعني اختاروا تصعيد قوي وحماسي ضد الحكومة ربما سيهزون هذه الحكومة، وبالتالي نحن ندرك جيدا أن الوضع في اليمن لم يعد يحتمل، وأن هناك قضايا شائكة، وأن هناك انقلاب غاشم، ونحن ندرك جيدا أن هذه الآثار التي نعاني منها هي من آثار الانقلاب الغاشم الذي أحدثته ميليشيات الحوثي، لكن لا يمكن أننا نبرر الحكومة اليمنية أبدا، هذه مهامها، إما أنهم يقومون بهذه المهام أو أن يتركوا الخيار لغيرهم ليقوموا بهذه المهام. نحن نتكلم اليوم عن حقوق للطلبة المبتعثين في ماليزيا، هؤلاء الطلاب المفترض أنهم يعني يركزون على التحصيل العلمي، يركزون على التحصيل المعرفي، يركزون على التحصيل الخبرات، لكنهم لجأوا بفضل الحكومة إلى أنهم يركزون ويقضون أوقات طويلة وكثيرة كيف يصرفون على أنفسهم ويعيشون أسرهم وأولادهم. نعم، إذن سأعود إليك محمد، ولكن أسألك نجم الدين، يعني هل تم التواصل معكم من قبل السفارة هنا أو وضع خط ساخن بينكم وبينها لمعرفة أحوالكم وتتبع وضعكم؟ أولا هو حاليا لا يوجد ولله الحمد كما تحدث مسبقا أي إصابة في أوساط الطلاب اليمنيين، كما تحدث مع رئيس اتحاد الطلاب قبل حوالي ساعة من دخولي البرنامج. لا يوجد طبعا أي تواصل من السفارة أو خط ساخن أو أي تحرك سوى منشور كان على فيسبوك هكذا.
في ظل يعني عبارة عن تعقيب على مسألة حرص السلطات التركية على منع خروج الطلاب وإلى آخره. فقط هي الجالية اليمنية ارشدت يعني عامة كانت نعم الجالية فقط كانت خصصت خط ساخن للتواصل مع الطلاب بدورها، وأيضا كان لديهم مبادرة تقوم على أفراد الجالية نفسهم إذا كان هناك طلاب موظفين موجودين داخل المستشفيات التركية، من أجل لا سمح الله إذا تم ظهور أي حالة في أوساط الطلاب اليمنيين يتم التواصل معهم ويمكن أن يقوموا بالإجراءات اللازمة التي تعقب ذلك. بالنسبة لكم أخ محمد، هل يعني حدثني عن وضعكم أثناء الحجر الصحي المفروض عليكم، كيف هو وضع الطلاب في ظل عدم وجود مستحقاتهم المالية، شراء المواد الغذائية، الغلاء الذي يواجه الطلاب سواء في المواد المنظفة أو الماسكات أو حتى على مستوى المواد الغذائية؟ المستحقات المالية التي كانت تصرف لنا من قبل الحكومة كانت لا تفي بالتزاماتنا اليومية والمعيشية. نحن نتحدث عن دولة ماليزيا، دولة سياحية، يعني كل شيء فيها بشيء يعني مرتفع الأسعار، وبالتالي هذه المبالغ أخرت. الآن نحن أمام يعني موقف صعب جدا، الطلاب يواجهون صعوبة في شراء المواد الغذائية، يواجهون صعوبة في شراء المواد الصحية الوقائية، يواجهون صعوبة في يعني الهلع والخوف وسيد الموقف. إذا كان المواطنين أبناء البلد نفسه يعني عندما لمسوا هذه الإجراءات وشاهدوا هذا الوباء أصابهم الهلع والخوف وتزاحموا على المحلات التجارية مثلهم مثل البلدان الأخرى، فما بالك بهذا الطالب اليمني المسكين المبتعث الذي أصبح منسي تماما من حكومته اليمنية. نحن يا أختي الطلاب اليمنيين المبتعثين أقل الطلاب استلاما للمبالغ المالية، نحن نتحدث عن 700 دولار للطالب لطالب الدراسة العليا. يعني تخيلي دولة صوماليا، نسأل الله أن يرفع من شأنهم، الآن الطالب يستلم، الطالب الذي هو زميلي مثلا في الكلية يستلم 1700 دولار، وأنا أستلم 700 دولار. اليمنيين هم أقل الطلاب استلاما للأموال، استلاما للصرفة المعيشية، فبالتالي ازداد الوضع تعقيدا. الناس في هلع، في خوف، كل واحد يبحث عن صاحبه كيف يستدين من صاحبه. الناس أصبحوا كلهم مستهلكين، حتى السفارة مستهلكة، حتى الجهات هنا المتطوعة ومنظمات المجتمع المدني اليمني كالجارية وغيرها مستهلكة. القضية أكبر من السفارة وأكبر من الجارية وأكبر من أي منظمة. القضية تحتاج دولة، تحتاج حكومة، تحتاج جهة يجب عليها أن تلتزم بالدستور والقانون وأن ترعى طلابها في الخارج. إن الإيفاء بالتزامات الحكومة هي أول علامة من علامات قوة الحكومة، الإيفاء بالتزامات. نحن أمام التزامات مختلة، يعني اختلت أمامنا هذه الالتزامات، ولم تعد الحكومة تمارس أي دور من 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 هذه المهام التي يجب عليها وكفلها القانون والقانون الابتعاث. نعم، هل لديكم أي خط تواصل مع الحكومة، مع رئيس الحكومة، مع وزير التعليم العالي، مع أي جهة يعني يمكنها الرد عليكم في شأن المستحقات؟ والله هذا سؤال في الحقيقة محرج، ولا أريد أن أذكر أسماء. هناك أشخاص نتواصل بهم، يعني الرد كأنه يقول لك يا أخي أنا لا حول لي ولا قوة. يعني لا أريد أن أتحدث بأسماء، لكن هذا هو ما نلمسه من هؤلاء المسؤولين. طيب من المسؤول؟ من المسؤول عن أوضاعنا؟ من المسؤول في هذه الحكومة؟ من الذي له حق الصرف؟ من الذي له حق توجيه الوزارة المالية؟ من الذي له حق التوقيع على الكشوفات المالية واعتمادها؟ يعني لماذا يظل الطلب المبتعثين بهذا المستوى كل يوم ننادي، كل يوم نناشد، من المسؤول عنا؟ هذا السؤال الذي سيفك اللغز. من المسؤول عن الطلبة المبتعثين؟ من المسؤول في هذه الحكومة كي نناشده ونحاكمه إن صح التعبير؟ لكن كلما تواصلنا بشخص أو مسؤول يحيلنا على الشخص الآخر، ونلمس أن هناك صراعات. أنا هذه يعني أقولها وبكل وضوح، نلمس أن هناك صراعات
في بعض المسؤولين مع بعضهم وفي بعض الوكلاء مع بعضهم وفي بعض الوزارات. لماذا هذه الصراعات؟ اليمن اليوم يحتاج إلى كل الناس، اليمن اليوم يحتاج إلى جدية وتضحية من قبل هؤلاء المسؤولين، وأن يكونوا يعني عند حسن الظن الناس بهم، وإلا يتركوا هذه المناصب، لأننا اليوم نحن أمام يعني نحن نصدر التاريخ اليوم. الأجيال ستأتي بعدنا تتحدث أن هناك طلاب كانوا يعانون. الذي يحدث للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج لم يحدث لا من قبل، وأنا متأكد يقينا أنه لم يحدث في أي حكومة ستأتي من بعد، نعم. يعني. إذن وأي نظام حكم سيأتي من بعد. أخيرا أخ محمد، أود أن أسألك، كونكم اتحاد للطلاب اليمنيين وعادة ما يعرف الاتحاد في كل الدول التي هو يتواجد فيها بمبادراته الاجتماعية، هل لديكم أي مبادرات من هذا النوع ضمن يعني بعضكم البعض لمعرفة متطلباتكم احتياجاتكم يعني مثل هذا الأمر؟ نحن شكلنا مع الجالية اليمنية ومع السفارة والمنحدية الثقافية لجنة طوارئ، لكن يعني أنا آسف جدا، يعني ماذا سنقدم؟ يعني هنا أستطيع أن أقول فاقد الشيء لا يعطيه، كل الناس هنا مستهلكين، كل الناس مستهلكين، حتى التجار مستهلكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه الغمة، لكن مع ذلك نحن سنحاول إن شاء الله، وعندنا الآن خطة لكيفية التدخل إذا ازدادت الأوضاع سوءا، وتصنيف للأسر الأشد احتياجا وللأشخاص الأشد احتياجا، لأنه كما أخبرتك لا يمكن لأي شخص الآن أن يخرج من منزله إلا لضرورة قصوى، لا يمكن أن يذهب للعمل ولا لوظيفة ولا أن يطلب المال. وهناك قضية أخرى، قضية الطالبات المبتعثات. الطالب اليمني يعني لا زال الطالب برجولته يستطيع أن يعمل المستحيل، يعني لكن الطالبة اليمنية المبتعثة هذا لا يصح أبدا، لا يمكن أن تظل زميلاتنا طالبات في مساكنهم ينتظرن من يغيثهن بالمواد الغذائية. والله هذا عار، لم يحدث هذا في تاريخ اليمن الحديث أبدا، لا يمكن. هذه الطالبات مبتعث رسميا من قبل الحكومة اليمنية. اليوم المفترض، نحن اليوم المفترض نتحدث عن الطلبة اليمنيين بشكل عام، اليوم أنا أتحدث عن الطلبة المبتعثين الذي هم 600 شخص عندنا في ماليزيا. الطلبة اليمنيين هنا 7000 شخص، 7000 طالب يمني. ماذا ستقدم الحكومة لهؤلاء 7000 طالب اليمني؟ نعم، إذن شكرا جزيلا لك محمد الرشيدي، رئيس الاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا، كنت معنا عبر سكايب من هناك. عودة أخيرة لك نجم الدين، ما الذي تود قوله؟ لمن تحب أن توجه رسالتك؟ والله رسالتي كما هو موضوعنا بشكل عام، لا يوجد أي جهة أو أي ناس ممكن يذهبوا لهم الطلاب اليمنيين ويقولوا لهم يا جماعة عينونا، إحنا بنروح يا جماعة أغيثونا، إن هم مسؤولين أمامهم الحكومة اليمنية والسلطات اليمنية، ولا يوجد أي جهة يمكن أن يطالبوا بحقوقهم غيرها. مثلا هم في واقع السلطات التركية لا يوجد لها، خصوصا كما تحدث الطلاب المبتعثين على حساب الحكومة اليمنية، لا يوجد للسلطات التركية أي علاقة بهذا الموضوع، سوى أنهم يعني هم حاصلين على تأمينات صحية غالبا سيكونون إذا حصل لا قدر الله أي حالة، يعني انتشر الوباء مثلا وأصيبت أي حالة في أوسط الطلاب اليمنيين، يمكن أن يعالجوا ويحصلوا على رعاية إلى آخره. فقط كنت أود أن أشير في موضوع السفارة، وأيضا كان وزير الخارجية التركي بحسب ما نقلته وكالة الأناضول أعلن عن إجلاء تركيا، ستبدأ من الأحد من اليوم إجلاء 3000 طالب تقريبا، من الذين وجهوا مذكرات إلى السفارة، وكان من بين هذه الدول دول عربية، لكن نحن بالإضافة إلى كونهم لا يصرفون مستحقاتهم لا يوجد أي إجراء متحدد. الطلاب هم اليمنيين، أنا أشكرهم شكرا جزيلا على تفاعلهم، لأنهم هم أساسا على قدر كبير من الوعي والمعرفة والمسؤولية، التزموا بالإجراءات التي تحدثت عنها السلطات وأيضا أشهدوا بها، و بعكس ما كان في اليمن أو ما نشهده خلال مواقع التواصل هذه الأيام، أخذ الموضوع باستهتار كبير. أيضا الاتحاد الطلاب هو الكيان الذي يضم غالبية الطلاب الموجودين هنا، أيضا حول أنشطته بالكامل إلى أوقف النشاط الأنشطة التي كانت تقام، وأيضا الأنشطة التي يستطيعون إقامتها عبر الإنترنت عبر مواقع التواصل لا زال مستمرين فيها. وأيضا أود أن أشيد بحملة الوعي التي أقاموها من أجل الموضوع الوقاية من فيروس كورونا.
فقط بهذا القدر، وأرجو ويعني رجاء الأخير للسلطات اليمنية بأنه يتم معالجة هذه المشكلة بأقرب فرصة ممكنة. وهذا ما نتمناه. نعم، لأن المشكلة كما تحدث وهي مشكلة كبرى بأنها غير مزمنة، ونتمنى أن يتم حلها في أقرب فرصة ممكنة. وهذا ما نتمنى أن تصل رسائلكم جميعا. شكرا جزيلا لك نجم الدين العذيبي، عضو الاتحاد العام للطلاب اليمنيين، كنت معنا هنا في الاستوديو في هذه الحلقة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.